يحتفل العالم كل عام في الأول من أكتوبر باليوم العالمي لكبار السن، وهنا في مصر يعتبر هذا المكان مثالاً يحتذى به كأحد دور الرعاية الناجحة للمسنات من خلال الاهتمام بهم وتوفير الرعاية اللازمة والمطلوبة بصورة مستمرة. بنصحى من النوم نجي نفطر وناخذ الأدوية بتاعتنا ونجي نقعد في الصالة مع بعضنا ونخش ساعة الغداء. الدار ممتازة الحقيقة، يعني المديرة بتبقى متواجدة مع المسنات باستمرار، تحل مشاكلهم، تفوت عليهم في الأوض، عايزين حاجة محتاجين حاجة كده، وبرضو رئيس مجلس إدارة بيطلع، مدير الجمعية بيطلع، جمعية يعني هنا ممتاز بجد، واللي ما عادش 20 سنة. الدار هنا ممتازة جدا كمكان، موقع، الناس اللي فيها الحقيقة يعني الواحد يحمد ربنا أن ربنا هداني لهذا المكان. عندنا الرؤساء كويسين يعني، ودول أخواتنا مش يعني أو أولادنا، يعني هم أولادنا يعني، إحنا كلنا كبار عنهم طبعا كتير، وبعدين عشرة كبيرة، أنا بقالي كتير هنا. كل واحد بيعمل اللي هو عايزه في أوضته، عايز ينام ينام، عايز ما يقرأ يقرأ، عايز يشوف تلفزيون، كل واحد حر. واللي بيطلع برا بيطلع برا لحد مثلا بالليل الساعة المغرب أو العشاء ويخش ينام. في ناس بتسهر وفي ناس لا. التنسيق مع وزارة التضامن بصورة دائمة وتدريب العاملين على كيفية الاهتمام بالنزلاء صحيا ونفسيا، نظافة المكان وتوفير احتياجات نزلاء الدار الأساسية هي أبرز معالم نجاح دار رعاية المسنين. احنا بنشتغل مع دار المسنين في الاول وفي الاخر احنا بنبقى راعيين الحاله الانسانيه الاول، عشان تقدر توصل للمسن او للشخص الكبير في السن ان انت قاعد ليه، ما هو قاعد عشان خاطر رعايه فيها اطمئنان وامان. فالمجموعه كلها من اول المديره لغايه العامله بنحسسها بالامان ده. وزاره التضامن اغلب الاوقات بتكون معنا، واحنا كمان بنبقى ملمين بالسياسات اللي نازله كتير، يعني الحمد لله رب العالمين، لا في تواصل وفي رقابه كمان يعني. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الى رفع نسبه الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن كالشيخوخه واساءه معاملتهم، وهو ايضا يوم للاحتفال بما انجزه كبار السن للمجتمع، بالإضافة إلى أن هناك الآن أكثر من 700 مليون نسمة تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. عمرو عبد الحميد، الحال اليوم.